بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول تجربة بعد ما أنا ركبت أول جزء في السنترال. ده أول كارت، الأول عدة في التليفون، وهي اللي أنا مشغلها حاليا. والدايرة دي وصل لها التغذية بتاعتها اهي، دي التغذية بتاعتها 6 فولت، وعندي 2 ريجليتور ل5 فولت و6 فولت، تغذية الريلهات دي وتغذية الدايرة ككل. الليدة اللي قايدة دي الأولانية دي بلينا إن في 5 فولت داخلة للدايرة اللي هي بتغذي المكونات الأساسية، أما 6 فولت لتغذية بس الريلهات الاتنين دول. أول حاجة لما أرفع السماعة، أول ما برفع السماعة في ليد ديتكتور بتقول لي خلاص إن أنت دلوقتي رفعت السماعة، وأدي اللي باينة قدامنا أهي. طيب بعد كده عندك الإم تي 80 88 70، اللي هي دي اللي هي بتبين لي الارقام اللي انا بضربها بدخلها. وعندي ادي ليد 2 3 4 من كيو نوت لكيو 3، تبين لي الارقام بالباينري. وعندي الاس تي دي اللي هي بتبين لي كل خطوه، يعني كل زرار بديله ضغط يقوم جاي مدي لي اشاره عشان البك يعرف ان في دخل رقم. ونشوف مثلا كده الواحد اهي، الاس تي دي نورت، وبعد كده الواحد ايه بالباينري ايه دي الاتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 دي كده. وتم التجربة ونجح، وزي ما احنا شايفين التليفون اللي اتفق. آدي، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.